بس المسألة محتاجة ان احنا نخلي بالنا من بتاع الفاكهة، بتاع السوبر ماركت، بتاع المخبز، المكوى، اي حد بيتعامل مع البيت، اي حد، انا بنصح نفسي وبنصح حضراتكم برضو، اي حد يتعامل مع البيت. لانه الداخلية حتى اما بعتت لينا فيديو من شوية بيتكلم على العيال الصيّع دول وهم بيتكلموا على، وخلي بالكم من الولد، مشوا كده، مشوا مشوا مشوا، الولد اللي لابس جينز ده خلي بالكم تحس انه مبرشم وهو بيتكلم، تحس انه بيتعاطى. هاتوا كده التقرير يا شباب. قرابة بأحد المتهمين، استغلوا ان هو دايما هم عارفين ان هو بينام بدري، فتحوا الشراع بتاعت الباب ودخلوا بعد كده على الشقة، سرقوا الشقة، ما لقوش حاجة ذات قيمة، فدخلوا على الكاتب وهو نايم، بدأوا يهددوه ويتعدوا عليه بالضرب، وقاموا جابوا الستارة بتاعت الشباك ربطوا بيها رجليه في السرير، واحد الأشخاص حاول يكتم نفسه عشان يعترف في أماكن المسروقات المتواجدة في الشقة. في خلال يومين توصلنا بفضل الله تعالى وجود فريق البحث تحديد المتهمين، وتم ضبطهم واعترفوا بارتكاب الواقع بالتفصيل، وتم عرضهم على النيابة العامة. رحنا انا وهاني، الراجل ده جارنا، فطلعنا له قلنا له احنا بتوع المية، خدنا منه فلوس وجرينا. جينا رجعنا حوالي بعد المغرب، انا وهو ومنى، وطلعنا تلاقينا الراجل نايم، رحنا مكتفينه، بقيت حاطط المخدة على وشه، وقمنا الراجل داخل، قمنا قلبنا في الشقة ما تلاقيناش حاجة، واحنا خارجين فتشنا بالأوضة التانية تلاقينا الفلوس، رحنا واخدينها ونازلين. شفت الواد اللي هو، ورحنا ودخلنا الشقة وعملنا وسوينا وضقنا ورحنا ورحنا ورحنا، عيال مبرشمة، عيال مبرشمة. أنا حتى ما كنت بكلم حد امبارح في وزارة الداخلية وبكلمه، قال لي الرسالة اللي ممكن نقولها واللي عايزين نقولها إنه نخلي بالنا من تعاملنا في الشارع. لما أكون واحد شخصية عامة أو واحد عايش لوحده في البيت أو أول آخره أو كده، ده خلي بالكم من سمير مي مجدي رئيس مباحث مصر الجديدة، هو المفروض يكون معانا دلوقتي، بيقول لحضراتكم ده جابوا الستارة وأيدوا معانا. طيب سمير بيه، إزاي حضرتك؟ مساء الخير يا استاذ جامد، اخبار حضرتك ايه؟ ربنا يخليك يا فندم. احنا دخلنا او خدنا يومين ثلاثه على ما جبنا العيال دي. 48 ساعه يا استاذ جامد. 48 ساعه، تمام. عايشين فين يا فندم العيال دي؟ عايشين في منطقه بهتين في شبرا الخيمه، منطقه تبع مديريه امن الاهلي وبي. طب وايه اللي جابهم مصر الجديده بقى؟ احنا الاول، احنا البلاغ من اوله كان بلاغ صعب شويه، احنا تبلغ لينا من الخادمه اللي اللي شغال عند استاذ، هي مدام زينب، مدام ورده، مدام ورده، اسف، ورده، صح. تبلغ لينا اللي هي بتتوجه في الميعاد المعتاد ليها اللي هو 8 صباحا، لقيت باب الشقه مقفول سنه كده، واستاذ وديع نايم على السرير، طبعا حالته كانت سيئه جدا، ومتربط في ايديه ورجليه في شباك السرير بالستاره بتاعت الشباك. تمام طبعا انتقلنا بسرعه للبلاغ. كان اهم حاجه عندنا نحاول نحافظ على حياته، لانه حالته كانت فعلا سيئه جدا. فنقلناه المستشفى هليوبليس وبدانا نشتغل في الموضوع بتاعنا. طبعا السيد مدير الامن والسيد مدير المباحث امروا على طول بتكوين فريق بحث بالنسبه للقضيه دي. كان اهم حاجه فيها فحص علاقات استاذ وديع وفحص علاقات الخادمه، لان استاذ وديع زي ما حضرتك عارف علاقاته محدوده جدا جدا جدا، لكن الخادمه علاقاتها متشعبة جدا. اللي هي مدام وردة، اللي هي مدام وردة يعني، هي ناس كتير بيجوا يزوروها في البيت، وناس تبع الخدم، ناس المترددين على البيت. أيوة اللي هو زي اللي احنا ظبطناهم. فكانت علاقات كبيرة جدا. وكان برضه فحص منطقة الحادثة والشهود اللي موجودين هناك، على اساس نوصل لأي معلومة عن مين اللي قام بارتكاب الفعل ده. الحمد لله ربنا كرمنا، واحنا ماشيين كده بمعلومة عن ان في ناس مقيم تجار فاكهة كان لهم تردد على السكن، كانوا بيجيبوا الفاكهة والخضار لأستاذ وديع عن طريق
خادمه كانت بتقابلهم، فعارفين المداخل والمخارج كويس جدا بتاعت البيت، وعارفين مواعيد نوم استاذ وديع ومواعيد صحيان. دي كان يمكن اول خيط بدأنا نشتغل عليه ونشتغل على، احنا عندنا برضو الحمد لله عندنا تقنيات حديثه كويسه جدا بدأنا نشتغل بيها لغايه ما توصلنا للمتهمين وحددناهم منطقه القليوبيه، وربنا كرمنا وظبطناهم طبعا وجهناهم باللي معانا كله والادله بتاعتنا، فاعترفوا تفصيليا وارشدوا على المسروقات، تم ضبط المسروقات حتى كانوا مخبين المسروقات في بيت مجاور ليهم. ربنا كرمنا الحمد لله وظبطنا كل المسروقات اللي كانت موجوده. كان معاهم سرقوا قد ايه يا فندم من البيت؟ هم سرقوا 10,000 جنيه واربع ساعات. 10,000 واربع ساعات؟ صرفوا منهم حوالي 700 جنيه. 700 جنيه. وظبطنا 9,300 جنيه والاربع ساعات الخاصين باستاذ وديع. ودول بيرجعوا للاستاذ وديع على طول؟ طبعا استاذ وديع النيابه العامه في تصرفها هتسلمه طبعا المضبوطات الخاصه بيه. طيب ما دام وارده في هذا الاطار، هي ضالعه في حاجه ولا؟ لا 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 خالص، هي الست دي عايشه معاه بقى اكتر من 18 سنه، ست غلبانه يعني، هي اللي بتراعيه واخده بالها منه وعارفه كل حاجه عنه. احنا كان عندنا مشكله برضو ان احنا كناش قادرين في الاول نحصر ايه اللي اتسرق بالظبط من استاذ وديع، يعني هو يعني من النوع برضو ما بيقولش لحد هو عنده ايه ولا ايه اللي اتاخد منه. دي كانت بتمثل صعوبه لان احنا كان عندنا وصف المسروقات من الاول كنا اشتغلنا عليه. لكن اعترافات العيال هي اللي جابت المسروقات الخاصه بيه الحمد لله. طيب انا عارف ان مصر الجديده يعني الناس فاهمين ان الموضوع منطقه راقيه والحاجات اللي زي دي ممكن تتكرر كتير لانه في معمرين ومعمرات في المنطقه، يعني في ناس كبار في السن في المنطقه وهو لا اخره، ولا يعني عارف مدى المشقه اللي انتم بتلاقوها في المساله دي. انت كرئيس مباحث مصر الجديده، ايه النصيحه اللي توجهها لنا كلنا، اي حد عايش في مصر الجديده او بره مصر الجديده؟ هو مش مصر الجديده بس استاذ جابر، تمام. اي مكان انا لازم افحص اللي جاي لي كويس جدا. ما فيش حاجه متردد عندي، لازم يكون معروف ليا واكون متاكد ان الراجل ده راجل كويس. ما اديش لحد سري، ما اعرفش حد مواعيدي. دول العالم كلها دلوقتي بتركب كاميرا، الكاميرا دي مش مكلفه ابدا يعني يا استاذ جابر. صحيح كلام، صحيح كلام بسيط صحيح جدا. صحيح، لكن بيعتبر رادع لاي حد بيفكر يعمل حاجه يعني. انا خلال برنامج حضرتك يعني يا ريت ننبه على الناس، تركيب الكاميرا مش حاجه صعبه، يعتبر رادع كويس جدا. مش اي حد ادخله بيتي. تنبيه على الخدم، يعني طبعا حضرتك انت بتتكلم في منطقه مصر الجديده، اكتريه المنطقه فيها خدم وعماله. ما ينفعش استضيف حد عندي كخادم، ان انا اجيب حد حتى لو الراجل كبير في السن، يعني استاذ وديع 93 سنه ربنا يديله الصحه يا رب، هو مش داري مين اللي بيخش ومين اللي بيخرج. صحيح صحيح صحيح، يعني دي امانه لازم احافظ عليها. ما استضيفش حد عندي صحيح في البيت، ده مكان شغل مش مكان مش نادي. تمام. وفي نفس الوقت يعني كبار السن لو في امكانيه، لو في امكانيه ان هو حد يبقى قريب منهم يطمن عليهم باستمرار، دي اقل حاجه يعني. وزي ما بقول لحضرتك، انا قلت لحضرتك تركيب الكاميرات. ثاني حاجه الناس اللي شغاله عندنا خلي بالي منهم كويس جدا، واكشف عليهم. احنا ما نتاخرش عن حد. لو حد بيشك في حد يجيب اسمه ونكشف عليه جنائيا. نقول له ده عليه مشكله او ما عليهوش مشكله. تمام. طيب سؤال اخير كده، القضيه مش سياسيه زي ما قيل انه لا راحوا يسرقوا حاجات خاصه بالاخوان او حاجات او مذكرات خاصه بالاستاذ وديع، لا ده الموضوع جنائي كده اللي هو سرقه يعني. احنا من اول دقيقه يا استاذ فضل جابر من اول دقيقه واحنا عارفين ان الموضوع جنائي، احنا مش عارفين مصدر المعلومات اللي طلع ده كان جاي منين. لكن القضيه جنائيه صرف من خلال المعاينه من الاول خالص البعثره، وباين جدا ان في حاجات اتاخدت. وبعدين استاذ وديع كبير في السن، لو حد كان عاوز يعمل معاه حاجه زي ما كان نشر على المواقع مش دي الطريقه. احنا كنا متاكدين منهم في المية جنائي، وهو اصلا زي ما حضرتك عارف بقاله 5 سنين ما بيكتبش. تمام يعني. الله ينور على حضرتك، الله ينور يعني على حضرتك. الموضوع ده انتشر زي ما حضرتك بتقول، بس احنا مش عارفين اساسه ايه ولا اللي جابه منين. تمام. لكن هو مش سياسي كده، الموضوع جنائي بحت. جنائيا صرف. جنائيا صرف. بالتالي ان احنا نعول ده على انه سرقه مذكرات وهو لاخره غير صحيح. مش الكلام ده؟ غير صحيح، غير صحيح. تمام. بشكرك سياده المقدم سمير مجدي رئيس مباحث مصر الجديده. الاسم موجود في منطقة جنب الأسواق وهو الآخر وكده، منطقة حساسة جدا. الناس اللي بتشتغل في اسم مصر الجديدة مش بتهزر يعني. اما تلاقي سمير بيه مجدي رئيس مباحث ومحمود بيه ابراهيم هو مفتش مباحث، والناس دي اللي هي بتشتغل في اطار يعني تقريبا
منظومه متكامله كده في فكره مصر الجديده. لا ده حي راقي، ده بالتالي هيبقى فيه ناس معاها فلوس ولهم السكان يعني، فيبقوا محل اهتمام بقى من جانب زي ما قال المقدم سمير مجدي كده، انه ده مطمع بقى، فان واحد طب واحد مثلا معلش جايب لحضرتك المكوى تدخله جوه البيت ليه؟ ما هو من على الباب. بلاش بلاش بلاش. ايه حكايه الكاميرات دي؟ كاميرا ب 1000 جنيه. كاميرا واحده ب 1000 جنيه، حضرتك هتركب ثلاث، ما بقولش حضرتك ركب لي كاميرا بقى ديجيتال وبتاع، ركب كاميرا صغيره كده قدام الباب. قدام الباب. ايه ايه الازمه؟ ما انت حضرتك يعني هم خدوا 10,000 جنيه من الاستاذ وديع واربع ساعات، صرفهم ال 10,000 700 جنيه. صرفوا 700 جنيه. لو انا حطيت على 700 جنيه دول 3,000 جنيه هجيب ثلاث كاميرات او كاميرتين كويسين احطهم عند الاستاذ وديع. وطبعا المشكله زي ما قال المقدم سمير انه الست اللي هي ورده بيجي لها بقى ناس ويمشوا ناس ويعملوا ناس ويروحوا فين ومش عارف ايه وبتاع وكلام. في احد المسلسلات دلوقتي بتتذاع الاستاذ اسامه عباس ومعاه وهو لواء سابق ومعاه يعني زي مديرة البيت كده، وهي برضه ليها علاقات مشبوهة، ده في المسلسل علاقات مشبوهة وبيجي لها ناس وبتودي ناس وبتاع وكده. أنا متخيل إن ممكن المسلسل يخبطنا كده إن واحد يسرق أستاذ أسامة عباس مثلا يعني، فإحنا نخلي بالنا من المسألة دي. زائد بقى فكرة احترامنا للناس كبار السن، يعني قريبك عمك خالك أخوك أمك أبوك أختك أخوك، إيه حكاية عدم الزيارات دي؟ وخصوصا لما يكون عايش لوحده، سيبك من إن هو عايش مع مراته وولاده وبتاع، لا حاجة تانية ممكن تطمن عليه بالتليفون، لكن واحد عايش لوحده مفيش حد يطمن عليه خالص، مفيش حد يروح له، مفيش حد يقعد معاه، مفيش حد يونسه. الراجل بيقول لك فرضت عليه الظروف. وبعدين الكاتبة الكبيرة الأستاذة صفيناس كاظم، يعني الأستاذ وديع قال على حضرتك خارج الكاميرا كلام في غاية الاحترام. أنا بحيي حضرتك جدا وبشكرك جدا على إنه يعني إنه في مودة ورحمة بينكم وبين بعضيكم. يعني أنتوا اللي محتاجين إن إحنا نقرب منكم. إحنا يعني مش متربيين بصراحة. هقول لك للأمانة يعني. احنا اجيال مش متربيه عايزه تعاد او يعاد تربيتها، لانه نسيب الرموز دي ونسيب الناس الكبار دول عايشين في اماكنهم او عايشين في شققهم او عايشين في فيلالهم ايا كان الامر من غير ما حد يسال عليهم. يعني هو يقول لي اتنين اللي بيسالوا عليا، الاستاذه صفيناس كاظم حتى ما بحب اتكلم صفيناس كاظم والاستاذ ديميس كريس، وده امر في منتهى الاهميه.